السجق غدا لذيذ قوي في الصيف، سهل وسريع وخفيف كده ومش بيتقلي، بس نقدر نعمله بشكل تاني. في طاسة على النار هضيف معلقتين زيت، وأول ما الزيت يسخن هنزل بنص كيلو سجق. أول لما السجق ياخد لون ويتشوح هنزل بفصين ثوم مفروم عليهم بصلة كبيرة متقطعة جوانح، واسيبهم يتشوحوا 5 دقايق على النار. بعد كده هنزل باتنين طماطم متقطعين مكعبات، معلقتين صلصة، بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر واسيبهم يتسبكوا على النار بالشكل ده. بعد كده هنزل بفلفل الوان متقطع شرايح وملح حسب الرغبة، ربع معلقة فلفل ونص معلقة بابريكا، وبعد كده نص معلقة من خلطة البهارات، ودي بجيبها من العطار. هسيبهم على النار 5 دقايق. اخر حاجة بقى هضيفها عصير ليمونة واديهم تقليبة كده. كده خلاص السجق بتاعي بقى جاهز، غدا لذيذ جدا طعمه تحفة.